اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، وفي ثاني محطتنا لليوم رح نتحدث عن مبادره شبابيه انشاوها طلاب من اجل يعني خدمه المجتمع وخدمه المجتمع من كافه النواحي، ولكن نتحدث عن شباب برلماني مع الاستاذه سجى الجبالي واحمد سوالمه، ناخذ منهم اكثر معلومات عن هذه المبادره، الفكره، لماذا تم انشائها، اهدافهم وطموحاتهم في المستقبل. خلينا نرحب فيهم ناخذ منهم اكثر. صباح الخير. صباح الورد. اهلا فيكم احمد وسجى. بداية خلينا نحكي كيف طلعت معكم فكرة المبادرة؟ أبلش أحكي لك. أول إشي بداية إحنا انطلقنا مجموعة شباب، كان عددنا لا يتجاوز 20 شاب وصبية. مع الأيام نتفاجأ خلال 4 أشهر الماضية، إحنا انطلقنا من 4 أشهر تقريبا، نتفاجأ إنه إقبال الشباب رهيب مخيف، طاقات شباب مخيفة، تعطيكي روح للشباب إنه في عنا شباب وحياة شبابية وشباب واعي. فكرة الحملة ببساطة بتنص على إنه تخفيض سن الترشح مجلس النواب من سن 30 سنة ل 25 سنة. الحملة من وين انطلقت؟ من وين بدأت؟ وكيف أجتنا الفكرة؟ هي اسمها شباب برلماني. اسمها نعم. شباب برلماني. أوكي. نعم. من وين اجتنا الفكره؟ من اوراق نقاشيه لجلاله الملك، دائما بحث على دور الشباب. شباب انه انتم لازم تطلعوا على سوق العمل، لازم يكون لكم دور في المطبخ السياسي، لازم تكونوا عارفين، لازم تكونوا اكثر ثقه ووعي بطاقاتكم، عندكم طاقات استغلوها. فاجت فكرتنا من الاوراق النقاشيه لجلاله الملك. فعليا احنا انطلقنا بالحمله لاهداف كثير. في عندنا شباب سياسي واعي، عنده ثقافة مخيفة، عنده وعي سياسي مخيف. فيعني كانت الانطلاقة الحمد لله انها كثير موفقة. كان اول داعم انه طبعا جلالة الملك من خلال اوراق النقاشية زي ما حكيت لك، وثاني شغلة ساعدتنا كثير انه وزير الشباب محمد ابو رمان دعمنا على صفحته على تويتر. كان هنا انه احنا كانت بدايتنا يا دوب لسه منطلقين، فانه اجى وزير الشباب انه يعني برافو عليكم كبير بالنسبة لنا، فهو تبنى الحملة كاملة على موقعه على تويتر. أكيد. احمد كيف تجمعتوا؟ كيف تجمعنا؟ هلا احنا كنا يعني دائما كنا نخطط ونفكر انه احنا كيف ممكن نساعد البلد، كيف ممكن نطور من البلد، كيف ممكن ننجز بهاي البلد، لانه زي ما انتم شايفين يعني الشباب بالبلد نسبتهم كثير عاليه، يعني نسبه الشباب عندنا بالاردن تتجاوز ال 65%، وفي منهم نسبه بطاله كثير كبيره. فاحنا قررنا انه كنا تقريبا اول شيء 20 شاب اجتمعنا مع بعض، حكينا ليش ما نطلع بفكره زي ما حكت زميلتي سجى، فكره شباب برلماني. فطلعنا فيها وشفنا الاهداف اللي لها، اللي هي زي ما حكت عنها انه نخفض سن الترشح من 30 ل 25 سنه، وعملنا تشبيكات مع نواب، عملنا تشبيكات مع سياسيين، مع ناشطين في المجتمع الاردني، مع ناس كثير تدعمنا وقفت جنبنا. فالفكره كانت انه احنا بدنا نحاول انه كيف بدنا نطور من البلد، كيف بدنا نساعد على تنميه البلد، لانه يعني بدنا الجيل اللي طالع كلياته يفيد البلد. فالحمد لله رب العالمين الاقبال كان كثير كبير علينا، الناس بتشجعنا كثير. المحاميين، في كثير محاميين وقفوا جنبنا وساعدونا، كنا نستشيرهم نسألهم باشياءات كثيره يعني خلال هاي أبرز الفتره. ابرز المحاور والقضايا اللي بتشتغلوا عليها من خلال مبادرتكم؟ ابرز المحاور اللي بنشتغل عليها اللي هي اول محور احنا حابين نشتغل عليه، اللي هو انه حابين ندخل الشباب، يعني بنعمل توعيه سياسيه للشباب، بدنا نوعيهم انه يعرف الشاب شو يعني سياسه، شو يعني احزاب، شو يعني مجتمعات، مؤسسات مجتمع مدني. بالضبط، يكون له صوت بالمجتمع المدني. شكرا لك. في هاي الحاله في عندنا شباب كثير بتخرج بفكر انه انا يعني بهاي البلد مش عم بنجز، مش عم بلاقي حل، مش عم بيصير شيء كثير كويس معي، او بكون عنده نسبه احباط كثير عاليه. بهاي اللحظه احنا يعني حبينا انه نشاركهم الاراء، نشوف الناس المحبطين، نجيبهم عندنا، نعطيهم شويه تطوير ذات، نثقف منهم، نعلمهم. عملنا دورات كثيره وعينا كثير شباب، والحمد لله رب العالمين الاقبال عم بيزيد. يعني كنا بلشنا ب 20 شاب، حاليا احنا خلال هاي الاربع شهور صرنا 100 شاب، والحمد لله بعدهم عم بيزيدوا ان شاء الله. ان شاء الله. وانه الواحد كمان بده يحكي انه اذا بدنا نغير شيء بمجتمعنا لازم نحن نبلش بحالنا. بالضبط. فحلو انه انتم عم بتقدموا كمان التوعيه وبرضه تطوير ذاتي، انا بعتبره يعني لما انتم تعطوا مثلا هيك يعني مناقشات بين الشباب وتقولوا تغذيه راجعه للشخص، يعني بترجع بتعود عليه. كان بدي انوه لنقطه كثير مهمه انه احنا بنحكي عن نسبه 65% من الشباب. نسبه 65% من الشباب بالمجتمع الاردني، لما نحكي عن هاي نسبة اشتغلنا عليها، طورناها، اعطيناها مساحتها الكافيه. صح. واعطيناها المجال الكافي، شو كميه الانجاز اللي راح تقدم اياها؟ راح تعطيني كميه انجاز مخيفه، يمكن خلال مده زمنيه شوي، يعني ما بدي ابالغ، راح تكون شوي قليله. في جزئيه بدي احكي فيها بتخدم موضوعنا. حسب الارقام والدراسات
اعطونا انه في عندنا هديه ديموغرافيه. ببساطه شو الهديه الديموغرافيه؟ الهديه الديموغرافيه بتحكي لك انه بسنه 2022 انه راح يكون عندنا نسبه ما يقارب من 75 ل 78% شباب قادر على الانجاز وليس اي شباب. تمام، انا لما ينعطى لي هديه بدي اديرها بشكل صحيح، بدي امحورها زي ما انا بتخدم مجتمعي بتخدم مصلحتي. في حال انا استغليت هاي الهديه بشكل صحيح او الهبه الديموغرافيه انا راح اوصل لنتيجه كثير ممتازه. طبعا في حال اني ما استغليتها راح يصير في عندي بطاله، راح يصير عندي شباب خارج يخرج من برا الاردن ويمكن يخدم هاي الثقافات اللي عنده والطاقه اللي عنده يمكن يوظفها خارج الاردن. فللاسف هون الفكره كثير راح تكون سيئه. نستغل الهديه الديموغرافيه، يمكن احنا حملتنا لساتها محدوده، صح انطلقنا فيها، صح عليها اقبال كثير، بس بدنا نوصل لصناع القرار، بدنا صوتنا يوصل لصناع القرار. احنا فعليا حمله شباب برلماني فيها اكثر من فريق، مش احنا 100 شاب وصبيه، عندنا اكثر من فريق، فريق شغال على الاعلام، ماسك جميع صفحات التواصل الاجتماعي كافتها، سواء كان سناب شات، انستغرام، فيسبوك، كلها شغالين عليها لانه هي اللي بتوصل للناس. صح. موضوع الجريده تقريبا شبه يعني اندثر من حياتنا. صح. فالفيسبوك هو الوسيله اللي بيننا وبين الناس. صح. في عندنا فريق التشبيكات، فريق التشبيكات ايش بيعمل؟ بكم على المنظمات، بنروح على سواء مؤسسات المجتمع المدني، عملنا عده زيارات لمجلس النواب. فعليا انه اللي كان حلو الموضوع انه اغلبهم تجاوب معنا انه شباب برافو عليكم انه انتم عم تعطوا افكار يعني كثير مهمه، تجاوب معكم من قبل مجلس النواب طبعا. حلو. وفي عندنا كمان رفضوا انه احنا بنحكي عن ثقافه مجتمع، ما بدنا نكون بعيدين شوي عن الثقافه، انه انتم لازم شباب بعمركم دوب يكون متخرج عنده مسؤوليه شغله او لا، بس فعليا في عنا طاقات طبعا كثير مهمه ولازم يتم لازم نوظفها بالمكان الصحيح بشكل صحيح. في عنا شباب واعي سياسيا بدرجه مخيفه، وكله حسب الدراسات اللي احنا قمنا فيها، وفعليا نشتغل على كل جزئيه، يعني ما خلينا جزئيه غير اشتغلنا عليها. يعطيكم العافيه. طبعا احنا قديش بنكون مبسوطين لما يكون شبابنا عندهم هذا الوعي وهذا الفكر لحتى انهم يرتقوا بمجتمعهم، والهدف ما في اسمى من هدف انه نحن نرتقي بمجتمعنا ونفاخر كل الدنيا. نحن على الرغم من كل الظروف الصعبه اللي نحن بنعيش فيها، نحن بنفتخر وبنعتز بوطننا. وكيف لما يكون فينا شباب مثلكم عم بيمشوا بمبادرات وعم بيستمروا؟ هلا دائما كنت بجوز بحكي قبل المقابله معكم انه اغلب المبادرات الشبابيه للاسف بنشوفها يعني مضمونها وجوهرها جميل جدا، ولو يتم الاستمرار فيها كانت راح تغير، راح يعني فعليا راح يعني تغير بمجتمعنا، ولكن بكون في صعوبات امامهم لهيك ما بيستمروا. هلا بدنا نشوف يعني ابرز الصعوبات اللي بتواجه مبادرتكم. يعني لهلا ما شاء الله الامور كلها ميسره ومهيئه امامكم لحتى انكم تستمروا، ولكن في بعض من الصعوبات ممكن انه نذللها لحتى انه نحن نتجاوزها بالمستقبل. هلا بالنسبة للصعوبات، الصعوبات اللي بتواجه أي بني آدم في الحياة سواء كان لمبادرة لدراسة لأي شيء، هو الشخص نفسه، هو على إيش قادر إنه ممكن ينتج، إيش ممكن يعمل. في ناس كتير بيصيبها إحباط إنه عم بنجز مثلا ستيب باي ستيب بيمشي، بعدين بوصل لمطب إنه بهاي اللحظة خلص وقف، أنا ليش وقفت أو إيش اللي صار معي. بصير الناس بيضغطوا عليه إنه صح. ضغط الأهل، ضغط الأقارب، ضغط الأصحاب، أنت ما راح تنجح. صح. أنت مجتمع عربي، أنت مجتمع كذا، إحنا دولة عربية متأخرة، إحنا من دول العالم الثالث. فكثير ناس بس توصل لهي المرحله بيصيبها احباط، فاحنا بدنا نحاول انه هاي الاحباط ما تواجههم، انه ما يكونوا يعني هاي الصعوبات اللي بتواجههم انه يقدر يتغلب عليها. يعني المعرفه كمان حلوه، بدك تتغلب على اي صعوبه في هاي الدنيا حاول انك تقرا اكثر، تعرف اكثر، وامن بالضبط، امن بحالك، لازم تطور من ذاتك، تطور من حالك اول شيء بعدين امشي، ما يهمك كلام الناس يعني. صح. بالاخير احنا الحمد لله رب العالمين كثير سمعنا، وكثير يعني في ناس حاولوا انهم يحبطونا، بس ما هيك، احنا عم نشتغل وعم ننتج وعم بنوعي. يعني كل فتره وفتره بنجيب شباب بنوعيهم، بنوعيهم سياسيا، بنعرفهم شو يعني الاحزاب. يعني بالنسبه للاحزاب، في كثير ناس ما بيعرفوا ان عندنا بالاردن تقريبا ما يقارب 49 او اكثر من 49 حزب، مؤسسات مجتمع مدني، في كثير اشياء ما بيعرفوها الناس وبيجهلوها. فاحنا بنجيبهم بنوعيهم بنعلمهم، بنمزح معهم شوي انه بنطر الاجواء بيننا وبينهم عشان ما يفكروا انه السياسه شيء كثير عظيم وشيء كثير بخوف، ودائما دائما انه الواحد بيكون خايف انه انا ادخل بالسلك السياسي او شيء زي هيك. فاحنا دائما بنكون بحدود المعقول ضمن النطاق المحدود، هاي هي الفكره كلها، عشان ما بدهم ينزلوا على الرابع يكونوا عارفين
انه حقهم انه شو هي الحقوق شو هي الواجبات حتى على صح. هذا هي ابسط المفاهيم صح. شو يعني انا شو حقوقي صحيح. شو بيترتب علي بالمحصله من واجبات يعني هاي يعني ابسط الامور لازم يكونوا عارفينها نحن هذا الشيء اللي بدنا اياه بدنا شبابنا لما ينادي باي حق لما بده يحكي اي كلمه يكون يعني مدرك لقيمه هذه الكلمه وقيمه هذا الحق يعني انا دائما مبسوطه انه بالفعل انه في فكر في استراتيجيه في تخطيط بمبادرتكم مش هي هيك بس هباء منثوره لا هي فعليا مبنيه على يعني على قاعده مخطط لها نعم صحيح وكمان يعني حلو انه نحن لكل الشباب اللي قاعدين عم بيحضرونا هلا انه دائما لما يصير معنا اي موقف او يعني اي فكره نحن بتخطر على بالنا انه نحن بدنا نعمل 1 2 3 هاي هي الفكره وبتكون كثير حلوه بعقلنا وبنقول عن جد بدنا اياها وهي التحمس بعدين بتصير تحس انه مثلا الناس اللي حوالينا مثلا بالجامعه اصحاب بالشغل اي مكان بصير يقول لك طب صعب طب كيف بدك تعمل هيك طب كيف بدكم تبلشوا طب معقول الناس يحبوا هيك يعني هذا الشيء اللي بدي احكي انه نحن دائما بنركز على الاشياء السلبيه صح ليه من ليه من يعني ليه لما نعرض فكره ليه بنفكر بالشيء السلبي ليه ما بنفكر انه لا الناس عن جد رح تحبها وعادي الاشياء بتتدبر يعني هيك لحالها الامور سهله صحيح بس فعليا في الاشخاص والشباب بشكل عام عندهم مخاوف هاي المخاوف مبنيه اصلا يعني من ايام وهم على مقاعد الدراسه فالمخاوف هاي كبرت معاهم لما انت تحكي عن شاب للاسف ما عنده ابجديات حتى ما بدي احكي عن السياسه ابجديات تخصصه فعليا بتخرج ما عنده ابجديات عن تخصصه ففعليا هون احنا عم نشتغل في مشكله في مشكله لازم حلها زي ما تفضل زميلي انه احنا لازم نشتغل على حالنا لازم نشتغل على انفسنا لازم صح. نشتغل على فكرنا والوعي السياسي اللي عندنا فكره المبادرات بشكل عام هي بتكون تطوعيه ما فيها اي يعني اي عائد على الشخص الا المعرفه صح انا بالنسبه لي لازلت على مقاعد الدراسه مثقف الواحد بصير لازلت على مقاعد الدراسه لكن عن كميه الوعي الحمد لله عن كميه لله. الثقافه الواحد يبني حاله صحيح حتى يمكن حملتي انا خلال الايام الجايه ما تنجح يمكن يواجهني صعوبات انه لا انتم لهون وقفوا انه احنا ما بنقدر نعدل لكم على الماده 70 من الدستور بس فعليا شو كميه المعرفه اللي طلعت فيها شو كميه الناس اللي طلعت فيها الخبره بالحياه بالاشغال اللي راح نمر فيها بحياتنا اليوميه فكلها اشياء يعني بتعود على الشخص نفسه طبعا حسب الشخص نفسه انه هو وهي احسن اصلا من العائد المادي انت المعرفه اللي طبعاً. اللي بتكون عندك اياها هي اللي بتخلي هي اللي بتجيب لك العائد المادي صح. انا هيك بحكيها مزبوط يعني حتى احنا اكتشفنا بالدورات اللي كنا نعملها انه يعني عن جد الشباب في عندهم وعي يعني مش على المستوى الصعيدي انه على السياسي بس بس على المستوى الثقافي اجتماعي رياضي يعني باشياء كثير بينجزوا بهاي الحياه بيكونوا كثير مبسوطين فيها واللي بيشتغل بشغف على شيء كثير بحبه هو بينجز فيه فاحنا صح. هاي الاشياء اللي احنا عم بنركز عليها انه عم بنحاول نجذبهم لإلنا وسواء يعني ان شاء الله باذن الله اذا نجحت حملتنا في المستقبل راح نكون كثير مبسوطين ولو فشلت في عندنا مبادرات ثانيه ومره مرتين وثلاثه باي شيء بيفيد وطننا الحبيب بس انا سؤالي لكم هلا انتم مقتصرين مبادرتكم على عمان ولا بمحافظات المملكه كامله جميع محافظات المملكه حلو. يعني احنا تقريبا تويتر والفيسبوك وسناب شات وهي مواقع التواصل الاجتماعي كلها عم تجذب لنا ناس كثير يعني الحمد لله رب العالمين من مختلف المحافظات يعني من شمالها لجنوبها الكل تقريبا معنا وهذا ببشر يعني بالخير بالخير طبعا ان شاء الله لقدام ايش حابين تعملوا ايش في عندكم اشياء مخططين لها في المستقبل القريب هلا لقدام ان شاء الله باذن الله الاشياء اللي راح مخططين لها انه احنا بس نتجاوز ال 5000 راح نوسع يعني احنا قاسمين حالنا لثلاث اقسام زي ما حكت زميلتي سجا اللي هم التشبيك والاعلام والناس اللي بيكونوا مسؤولين عن الايفنتات والمبادرات وهي الاشياء راح نوسع منهم من يعني في كل محافظه راح نخلي ان شاء الله مجموعه من الشباب يعطوا مبادرات توعويه يعطوا مبادرات عن السياسه يثقفوهم يعرفوا شو يعني احزاب يعني يصيروا انهم ناشطين بهاي الشغله وبالاخير كلياتنا يعني احنا اعضاء بنفس المبادره كلياتنا بنكون مع بعضنا اكيد كلكم زي الخليه الواحده شكرا لكم الله يسعدك احمد شكرا لك سجا موفقين ويعني تكونوا واثقين انه كل اردني عم بسمعكم الان يعني فخور فيكم وبعتز فيكم لانه هدفكم سامي جدا وهو الارتقاء بوطننا نعم الغالي شكرا لكم شكرا لك الله يسعدك شكرا لكم